مشاهدي موقع شوف تي في، الان احنا مباشره من المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف. وزاره الصحه قبل قليل، اي اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسميه بالفيسبوك عن شفاء ثاني حاله بالمغرب مصابه بفيروس كورونا. يعني دي اخبار ساره، ما نفرحوش بزاف ولكن كتبشر بالخير. نقرأ عليكم البلاغ الرسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفيسبوك. أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يوم الخميس من خلال صفحتها الرسمية بالفيسبوك عن شفاء ثاني حالة بالمغرب مصابة بفيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت كذلك أنه تم إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الخميس تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة إصابة. وأوضحت الوزارة على موقع الإلكتروني www.covidmaroc.ma أن هذه الحالات 3 تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروس التنفسي بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، مضيفة أن الحالات التي كانت نتائج تحاليلها سلبية بلغت 276 حالة. وأضاف المصدر أن هذه الحالات توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. للحمد لله كان خبر صار بأن تم استشفاء حالة مصاب، اللي كتوصل دابا 2 حالات ديال الناس اللي كانوا مرض بفيروس كورونا اللي تشافوا اليوم مع الناس وزارة الصحة عن شفاء حالة مصابة فيروس كورونا المستجد بالمغرب. وفي نفس اليوم وزارة الصحة علنات على العدد الإجمالي ديال المصابين بفيروس كورونا في المغرب 61 حالة. نتمنى الشفاء للجميع ونتمنى الصحة للجميع، والله يحفظ وليداتنا ووالدينا، والله يحفظ بلادنا. نحاولوا نضامنوا ونكونوا اقوياء ونكونوا رجال، وتكون عندنا المسؤوليه نعاونوا الدوله. يعني المطلب الوحيد اللي طالبات به الدوله المواطنين ديالها هو لزوم المنزل، ريثما يتم حصر هذا الفيروس، ما بغيناش الفيروس ينتشر. الحل المرحله الاولى كانت مرحله ديال حالات وافده، اي حالات جو من 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 خارج المغرب، يعني من اسبانيا، من فرنسا، من ايطاليا، من مصر. اليوم تسجلت حاله ديال الاصابه بالعدوى، يعني ولات اصابه محليه، واحد عدا واحد. يعني الناس ما خداوش الاحتياطات ديالهم، هادشي اللي كطالب به السلطات واللي كلشي كيطالب به. يعني كاينين جمعيات، كاينين صفحات فيسبوكيه، كاينين مواقع الكترونيه، كاينين جرائد، اذاعات، كاينين جاليه مقيمه في بالخارج، يعني كتحاول توعي ولاد البلاد، كدير لهم فيديوهات كتوريهم الواقع اللي كاين تما في 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 الديال الاوروبيه، الناس كيفاش عايشين، فين وصلت بهم الحال. يعني البلدان اللي كانوا عايشين فيها واللي كانوا مستقرين فيها وكانت الحياه عاديه عندهم، ولات بلدان يعني نقولوا سدوا الباب، حتى شي واحد ما بقى عنده الحق انه يخرج ولا يدخل، ولا حصلوا شي واحد مثلا خرج غرامه ماليه. حنا ما بغيناش نوصلوا للدرجه، نوعيو راسنا براسنا ونحميو وليداتنا ونحميو العائلات ديالنا، نعطيو مسافه ديال الامان، نحاولوا نبعدوا من التجمعات، ما نسلموش على بعضياتنا السلام، نخليو من بعد. دوز هاد 2 اسابيع او 3 اسابيع بين ما تحصر هاد المرض نعرفوا فين غادي يوصل. الا بقاو غير في الحالات الوافده راه مزيان، يعني متحكم فيها. الى قدر الله ولات الحالات يعني محليه، هذه اللي ما كنتمناوهاش، لان غتولي القضيه فيها العدوى، واحد يقدر يعادي اخر، تقدر تصاب بالمرض وانت ما عارفش، وغتمشي تتعشى مع داركم وتريح مع وليداتك مع والديك، وغتسبب لهم في كارثه. يعني الناس غادي يتعادوا، فمن الاحسن ان الواحد ياخذ الاحتياطات ديالو ويحاول يبعد ما امكن من الاقارب ديالو ومن العائله ديالو، يخلي مسافه ديال الامان. الناس اللي كيخرجوا ما عندهمش يعني ماشي شي حاجه بالضروريات باش غادي يخرج، من الاحسن يلزم المكان ديالو ويخلي الاشياء الثانويه اللي ما واقفينش عليها يخليوها من بعد.
الناس اللي باغي يمشيو لافارماسي اللي خدامين اللي غادي يمشيو لي زوبيتو هادو الناس ما عليهم هضره، يعني هادشي مفروض عليهم. صحتهم هي الاولى، اللي باغي يمشي يتقدى الدوله ما حرماتكش وما منعاتكش انك تمشي تتقدى ما تاكل وتدخل لدارك، ولكن في حدود المعقول تقدى ودخل دارك، حاول ما يكونش الوقت كثير يعني في الزنقه. بالنسبه للناس الجداد اللي دخلوا معنا، يلا دخلوا شافوا اللايف، نعاودوا نقراو البلاغ ديال وزاره الصحه، يعني الناس على الصفحه الرسميه ديالها بالفيسبوك. اعلنت وزاره الصحه قبل قليل من يومها الخميس من خلال صفحتها الرسميه بالفيسبوك عن شفاء ثاني حاله بالمغرب مصابه بفيروس كورونا. وكانت وزاره الصحه قد اعلنت كذلك انه تم الى غايه الساعه الثانيه بعد الزوال من يومها الخميس تسجيل ثلاث حالات اصابه جديده مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة إصابة. وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني www.covid.maroc.com أن هذه الحالات ثلاث تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، مضيفة أن الحالات التي كانت نتائج تحليلها سلبية بلغت 276 حالة. وأضاف المصدر أن هذه الحالات توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. الحمد لله كاينه التوعيه، كاين الناس بداو كيوعوا، وكاين الناس اخرين اللي مازال ما وعاوش. هاد الناس هما اللي كنحاولوا نوصلوا لهم الرساله، كنحاولوا ننصحوهم بانهم يلزموا المنازل ديالهم، خصوص في الاماكن الشعبيه والاحياء الشعبيه. الاحياء الشعبيه نفنا وحده سيدي عثمان، درب غلاف، برنوسي، يعني كاين الناس اللي مازال خارجين، مازال كيلعبوا كره، مازال مجمعين، مازال ناس كبار كيلعبوا ضامه، مازال ناس في اسواق قبيله في سوق ديال البنجديه. كانت السلطات قامت واحد الحمله تحسيسيه للسكان والباعة المتجولين اللي كنقولوا اصحاب الكراس اللي كيبيعوا الداس ديال السم، يعني الناس كيهضروا معاهم كيوعيهم. السلطات خايفه على الصحه ديال المواطن، وبعض الباعة المتجولين يعني كنشوفوا فيهم يعني استهتار، يعني مخايدين المساله يعني بالضحك، ما استجبوش مع السلطات وكل شيء موثق. للناس سمعوا السلطات انهم كيهضروا في مكبس الصوت وحاولوا يتراجعوا. الباع المتجولين ما بغاوش يبقاو واقفين بلاصتهم، شويه رجعوا اللور ملي شافوا السلطات غاديين، عاودوا رجعوا ثاني لبلاصتهم تجمعوا. السلطات رجعت باش تفك داك التجمعات اللي كاينين هنا في كيبان لك، يعني لا مبالاه، ما نقولوش ما عرفتش كاين المصطلح اللي غادي نقولوا انه صعيب. ان اي واحد ياخذ المبادره ويحاول يوعي الناس اللي كيعرف، ماشي يمشي عندهم ويتلاقى بهم. كاين فيسبوك، كاين واتساب، كاين الرسائل اللي كيتمروا وكيوصلوا للناس. اليوم كنا شفنا جمعيات داروا واحد المبادره ديال تعقيم بعض الشوارع، بعض الازقة على مستوى لا جيروند ودرب غلاف. نتمنوا بعض الجمعيات هما يتحركوا، ما نتسناوش الدوله انها هي تقوم بالمبادره ودير كل شيء، ما نلوحوش الثقل على الدوله في اي حاجه. ناخذوا حنا المبادره، نحميو راسنا، نطبقوا التعليمات اللي طالبه من الدوله، ولا طبقنا غير هادشي اللي طلبات من الدوله راه فيه الكفايه. انك تلزم البيت ديالك وتحاول ما يكونوش تجمعات. تجمعات ممنوعه، تجمعات ممنوعه. الدوله منعات الصلوات في المساجد يعني خوفا على المواطنين باش ما تكونش العدوى،
منعنا التجمعات في صالات الرياضه، دور السينما، قاعات الافراح، يعني اي حاجه، المقاهي، هادو كلهم اللي فيهم تجمعات الدوله منعاتهم. نعاونوا الدوله ونعاونوا والدينا وليداتنا ونحاولوا نحافظوا على الصحه ديالهم. كاينين بعض الناس كنعاودوا ناكدوها، وملي كنوجهوا لهم هذا الخطاب وكنوجهوا لهم هذه الرساله، الناس يوعاو ويحاولوا يدخلوا ويقلبوا ويشوفوا. هذا الوقت حنا في 2020 راه كل شيء تبارك الله موفر، كاين الويفي، كاين الانترنت، الواحد يدخل ويقلب ويعرف هذا المرض اشنو هو. الله يحسن ليه كاين اللي ما قاريش، ولكن راه بنادم كيسمع اي مجمع غتلقى الناس كيهضروا على هذا الفيروس والخطر ديالو. فالواحد ياخذ الوقايه وما يحاولش انه ياخذ الموضوع يعني بالاستهتار بالضحك. خذوا في المعقول، الناس خوتنا راه تعادوا يعني في الديال الاوروبيه، وكاينين خوتنا هنا اليوم بلغات 61 حاله، كانوا جوج حالات وفيات. الحمد لله اليوم كاين واحد الخبر مفرح ان تم شفاء حاله من المصابين. بلدان اوروبيه اللي دول عظمى دول متقدمه وتغلبات بسبب هذا الفيروس، يعني سدوا البيبان بهذا المعنى، هبطوا الكراج، بلدان ما بقى حتى شي واحد كيدخل ولا كيخرج، مواطنين في ذوك البلدان سدوا على راسهم، ماشي سدوا على راسهم، السلطات اللي فرضات عليهم، واللي خرج غرامه. ونحاولوا نشجعوا الاطباء اللي قايمين بواحد المجهود كبير، رجال عندك يعني الناس ساكد لي زومبيلونس، رجال الصحافه اللي كيقوموا واحد الدور كبير باش كيوصلوا لكم المعلومه، كيخبروكم بالجديد. يعني الناس اللي مضحين براسهم وخارجين الشارع، يعني عندهم وليداتهم، عائدهم العائلات ديالهم، ولكن هذا واجب ديال المهنه. نحاولوا نشجعوهم ونشكروا رجال الامن والسلطات والقرارات اللي خدات الدوله، انها قرارات كبيره ومهمه، قرارات استباقيه، وهذه بشهاده دول عظمى يعني اعترفوا بان الدوله المغربيه خدات قرارات في واحد الوقت اللي هو قريب، قرارات حاسمه خدتها باش تحمي الدوله. يعني راه اصعب حاجه انك تسد الحدود على البلاد، لا في البر لا في الجو لا في البحر، يعني حتى حاجه ما كتدخل حتى حاجه ما كتخرج باش المرض ما يتزادش. فنحاولوا حنا نوعيوا بعضياتنا ونوصلوا الرساله للناس اللي باقي ما فاهميش، للناس اللي كبار السن، وبخصوص الناس اللي كبار السن هما الفئه اللي هي مهدده بزاف. يعني الناس كتلقى عندهم امراض مزمنه، كتلقاهم المناعه عندهم قليله، الوليدات الصغار ديجا كانت واحد الحاله يعني 9 شهور تصابت بهذا الفيروس هذا، يعني ما عرفناش كيفاش تصابت، ولكن قدر الله وما شاء فعل. كيف كتشوفوا الداخل راه كيعقموا، واش غادي يبان لكم ولا لا، المهم راه الداخل كيقوموا بالتعقيم ديال المستشفيات. قلت لكم وليدات صغار نحاولوا ما نقربوش لهم، نخليهم ترونكيل، ما نبوسوهم ما نلعبوا معاهم ما والو، تتفوت هذه الفتره، حيت هاد الوليدات الله يقدر الله راه ما عندهمش المناعه بحالهم بحال الناس الكبار اللي عندهم المرض مزمن. خوت حاولوا بارطاجيو لو ماكسيموم باش الرساله توصل للناس، الناس اللي ما فاهمينش واللي ما عارفينش فيروس راه خطير جدا. راه لا كانوا الناس كيسمعوا بهذا، انا كنوجه النداء لهذوك الناس اللي مازال ما فاهمينش ومازال اللي خايدين بالضحك. راه ماتوا الالاف، ماشي العشرات او المئات، ماتوا الالاف. يعني بدات في الصين راه ماتوا الالاف، فيها ايطاليا حديت ولا حرج. حنا كنا عندنا عائلات ديالنا في ديار المهجر وكلهم كنتواصلوا معاهم وكلهم كيقولوا لنا الاخبار اللي كاينه تما، الالاف ديال الحالات اللي ماتوا، الالاف ديال الحالات اللي باقي المصابين باقي بدون علاج. هذا المرض باقي ما عندوش العلاج، كيقولوا انه كاين واحد العلاج يقدر يخرج من فرنسا، ولكن باقي حتى شي حاجه ما هي رسميه. فناخذوا الوقايه وناخذوا الحذر، بارطاجيو لو ماكسيموم باش الرساله توصل للناس، وحاولوا توعيوا الاصدقاء ديالكم، والديكم، خوتكم، كل واحد ياخذ المبادره من عنده. ما نتسناوش الدوله انها يتقوم بكل شيء، الدوله طلبت منك طلب واحد، انك تلزم البيت ديالك باش هذا المرض يتحصر والناس ما يعاديوش بعضياتهم، هذا هو الطلب الوحيد. صبر جوج سيمانات ثلاثه سيمانات وكل شيء غادي يكون مزيان ان شاء الله. ولا ما صبرناش رساله
رسالة واضحة وكل شيء مفهوم. كيف كتشوفوا الأزقة ديال الشوارع؟ راه بداو الناس كينقصوا، ولكن باقي الناس اللي مازال مساكن خدامين راه تما يشوفوا الحل مع ارباب العمل ديالهم، يشوفوا واش غادي يحبسوا ولا لا. الناس مساكن اللي ما لقاوش باش يركبوا، كيف كتشوفوا راه الطوبيس غادي يطلعوا فيه الناس، ولكن الناس قلال يعني ما لقاوش كيفاش غادي يديروا. نحاولوا نتعاونوا مع الناس اللي بركوا من الخدمه، اصحاب المقاهي. هلا كندوي ما كندوش على اصحاب المقاهي، كندويو على لي سيرفور ديال لي كافي، هذيك الفئه الهشه. نحاولوا نضامنوا معاهم اللي عنده وفي المستطاع ديالو انه يقدم يد المساعده، راه عنده اجر كبير، وهذه هي الوقت اللي خاصنا نضامنوا فيها. اللي عنده الامكانيه انه ينفس على اخوه المسلم راه عنده اجر فيها. ما ندويوش على غير الناس اللي كافي، عطاه الله الناس. وبخصوص داك المشيشات وداك الكليبات اللي كانوا كيعيشوا مع البشر من داك الفتات اللي كيبقى، نحاولوا تما تفكروهم على الاقل، نخرجوا واحد شويه الماء ولا شويه شي ماكله نحطوا قدام الباب تما تفكروهم. الناس مساكن المتشردين ما نساوهمش، هذوك المتشردين مساكن ما عندهمش مأوى، اللي لقى ما امكن انه عنده شويه الماكله يحاول يديها لهم، ولكن ما يقربش مسافه الامان بينك وبينه، حطها وسير. الناس اللي ما خدامينش، الناس اللي كيدخلوا رزق نهارهم يعني في النهار ديالو، واللي عنده الامكانيه انه يمشي يعاونو، يتقدى واحد 100 درهم 150 درهم وديها ليه، راه غادي يفرحوا بها. المهم كاين واحد التضامن، عاون خوك المسلم، اللي ما خدامش عاونو، اللي في الامكان ديالو يعاونو. الناس اللي كيسولوا باش تشافوا، شافوا يعني كاين شفاء، يعني الناس راه السلطات الاطباء راه قاموا بالدور ديالهم. الناس اللي باقيين يلا دخلوا جداد معنا اللايف، وزارة الصحة اعلنت عن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا. تم إصابة يعني المجموع ديال الإصابات حاليا اللي كاين في المغرب 61 إصابة. الناس اللي يلا التحقوا معنا في اللايف المباشر من امام مركز الاستشفاء الجهوي مولاي يوسف، نقراو لكم بلاغ باش تعرفوا الجديد وشنو واقع. اعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يومه الخميس من خلال صفحتها الرسمية بالفيسبوك عن شفاء، تقول شفاء ثاني حالة بالمغرب مصابة بفيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة قد اعلنت كذلك انه تم الى غاية الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الخميس تسجيل 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، أي اليوم
ثلاثة حالات جداد تصابوا بفيروس كورونا في البلاد ديالنا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة إصابة. يعني اليوم 61 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا. شوفوا فين كنا وفين ولينا. كانت حالة شوية وكان جوج حالات، من بعد سبعة الحالات عشرة الحالات، حنا غاديين في التصاعد. يعني هذا الشيء اللي أخطر ما يكون. داكشي اللي كيقول لك الزم المنزل ديالك، إلا ما خدامش بقى في المنزل ديالك، إلا الخدمة حبساتكم إلى أجل مسمى أو غير مسمى، فنلزم البيت ديالي. الوليدات المدارس دابا ما خدامة، كيقريوش، يعني حابسين، ما نخليوش الوليدات ديالنا عرضة للفيروس، نشدوهم في الدار، ما نخليهمش يخرجوا برا. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني www.covidmaroc.ma أن هذه الحالات الثلاث التي تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب والمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، مضيفة أن الحالات التي كانت نتائج تحاليلها سلبية بلغت 276 حالة. وأضاف المصدر أن هذه الحالات توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث سيتم التكفل بها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. هذا هو البلاغ ديال وزارة الصحة عبر الصفحة الرسمية ديالها بفيسبوك www.covidmaroc.com. الناس عن شفاء ثاني حالة كانت مصابة بفيروس كورونا بالمغرب، وتزادوا ثلاثة حالات اللي تصابوا بنفس الفيروس. المجموع ديال الحالات اللي كاين في المغرب حاليا هو 61 حالة، مع وفاة حالتين وشفاء حالتين. نحاولوا نبارطاجيو لو ماكسيموم مع الاخوان ديالنا، نحاولوا نوعيهم، نفهموهم شنو واقع وشنو كاين وشنو صار في البلاد. ما نبغيوش نمروا للمرحله الثانيه اللي هي بدينا فيها رسميا، ديال حالات محليه ماشي حالات وافده. حالات وافده عرفناها، يعني جايين من الديار الخارجيه، ولكن دابا صاب كاين اصابه ديال الحاله محليه، اي اصابه بالعدوى، وهذا اخطر ما يكون. ونحاولوا نشجعوا الاطباء، نشجعوا قطاع الصحه، يعني دايرين واحد المجهودات كبيره. الدوله كامله خدات قرارات حاسمه، قرارات مهمه في واحد الوقت اللي هو وجيز. يعني الدول الاوروبيه اللي كان خداته في واحد الوقت ما كانش غادي يوقع لهم داكشي اللي وقع. حنا ما نتمنوش داكشي اللي وقع لهم يوقع لينا حنايا. يعني الدوله خدات اجراءات مهمه جدا في واحد الوقت وجيز. الدوله كتطلب من المواطنين ديالها انها تلزم فقط البيوت ديالها. الدوله موفره جميع الاحتياطات ديالها بخصوص الاكل الشرب، بالنسبه للصيدليات الدواء كافي، الاسواق مجهزه فيها الاكل، يعني كاين ستوك ديال 6 شهور ديال 8 شهور. يعني لا خوف، لا يعني النداء موجه للناس اللي خايفين، كيقول لك السلعه غادا تقلال، غادا تلقوس، ما غنبقاو ما ناكلو. الماكله موجوده، كل شيء كاين. الدوله خدات الاحتياطات ديالها، وهذه راه دولة تبارك الله واقفة يعني بالقواعد ديالها. الدولة مجهزة وموفرة لكل شيء، فلا خوف على الأسواق أو الأدوية، لأنهم غادي يسدوا الأسواق، ما غاديش يسدوا لي غرون سيرفاس، ما غاديش يسدوا لي فارماسي، غادي يبقاو حالين لي زوبيطو حالين. يعني الناس اللي ما عندهم ما غادي يديروا في أهلا برا، يحاولوا يبقاو في الدار، ويحاولوا ما يكونش واحد التجمعات. من التجمعات راه أخطر حاجة. كيف قلت لكم حاله ان كاين في مكناس او فاس، المعلومه ما عنديش بالضبط، ولكن تصابت بالعدوى، يعني من طرف شخص اخر مصاب، اللي هو ما كانش عارف راسه مصاب، ومن خلال السلام ديالو مع واحد اخر صدق حتى هو معادي. وهذا الشيء اللي ما بغيناش نوصلوا ليه، حيت داك السيد اللي تعادى يقدر الله يستر، حتى هو ما غيكونش عارف راسه تعادى، غادي يمشي يسلم على عائلته وعلى ولاده، وغادي ياكل معاهم، وهذوك العائله تما غيتلاقاو مع واحد اخرين، وتما غتبقى غاده. هذا الشيء ما بغيناش نوصلوا ليه. برك في دارك وقابل وليداتك، وحاول تلها في اي حاجه تدوز هذه الفتره هذه. يعني راه ماشي فتره طويله، الدوله طالبه منك ثلاثه سيمانات صبر فيهم باش كل شيء يكون على خير وبخير. مشاهدي موقع شوف تي في الان، كنتم معنا مباشره من المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف، كنتم معنا مباشره. هادو اخر الاخبار اللي كاينين.
قلناها لكم، حاولوا تبارطاجوا لو ماكسيموم باش توصل المعلومه للجميع.